أثارت زيارة رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي لمعبد باسكوني استياء كل من الصين وكوريا الجنوبية. رئيس الوزراء الياباني المحافظ كان قد أقام الصلاة في المعبد كما وضع الزهور عند الضريح. وأكد آبي أن زيارته هذه تشكل خطوة رمزية ضد الحرب ولا تهدف أبدا لاستفزاز الصين وكوريا الجنوبية. وشيد ضريح باسكوني لتكريم 2.5 مليون جندي ماتوا من أجل اليابان. هذا الموقع التاريخي يثير غضب الصين وكوريا الجنوبية اللتين ما زالتا على علاقات متأثرة بالفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية خلال استعمارها لشبه جزيرة كوريا بين عامي 1910 و 1945، وكذلك خلال فترة الاحتلال الجزئي للصين.